بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا من بركات العلم ما تشرح به صدورنا وتنور به عقولنا وتزكي به أعمالنا وترفع به درجاتنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى وتقى يا رب العالمين. أما بعد، وصلنا في درسنا في شرح ملحد الإعراب الحريري رحمه الله تعالى إلى قوله باب الإغراء. باب الإغراء، الإغراء بمعنى الحظ على الشيء والحث عليه، أغراه بكذا أي حظه عليه وحثه على فعله، وهو من أنواع الكلام، من أنواع الكلام الإغراء، كما يكون من أنواع الكلام التعجب والأمر والنهي، فكذلك الإغراء فهو من أنواع الكلام. قال: والنصب في الإغراء غير ملتبس، وهو بفعل مضمر فافهم وقس، تقول للطالب خلا برا، ودونك زيدا وعليك بشرا. تقول للطالب خلا إذا كان صديقك بارا به، تقول له دونك زيدا، دونك زيدا، وتقول له عليك بشرا. نعم، على الإغراء. قال رحمه الله تعالى: الإغراء التحضيض على الفعل، أي الحث على الفعل، الحث على الفعل، أغراه بكذا أي زينه له لكي يعمل، لكي يعمله. نعم، التحضيض على الفعل الذي يخشى فواته، يخشى فواته. مثلا وجدت سلعة جيدة فيقول لك صديقك عليك السلعة، عليك السلعة، بمعنى لا تفوتها، فرصة اشتريها، هكذا، واضح؟ أو كتابا مفيدا، عليك الكتابة، أو شيخا مفيدا فتقول عليك الشيخة، هكذا. على الإغراء بمعنى لا يفوتك هذا الخير، فيحضه على اغتنامه واقتناصه. قال: التحضيض على الفعل الذي يخشى فواته، وألفاظه عليك ودونك وعندك، هذه ألفاظ الإغراء، هذه ألفاظ الإغراء، عليك دونك وعندك. فإذا قلت عليك زيدا نصبته على الإغراء، نصبت زيدا على الإغراء، على الإغراء، ومعناه احذر زيدا فقد علاك، هنا عليك زيدا، معنى زيد إذا كان صديقك، إذا كان صديقك فأنا أريدك أن أحضك على المنافسة، وأقول زيد على عليك زيد، عليك زيدا بمعنى قد علاك وفاتك، فاحذر أن يفوتك، بل سابقه، بل سابقه واحد. أو قد يكون بمعنى إلزم، تأتي على أيضا بمعنى إلزم، كما في قوله تعالى: عليكم أنفسكم، أي إلزموا أنفسكم، وحث للنفس على مراقبة نفسها والاجتهاد في تغييرها وتزكيتها. نعم، وتقول عليك زيدا بمعنى إلزم زيدا، هذا إذا لم يكن صديقك، إذا كان شيخا مثلا تقول إلزم زيدا، إلزم أبا حنيفة، إلزم الشافعية، واضح؟ فهكذا من باب الإغراء، من باب الإغراء بمعنى إلزمه. نعم، لا يفوتك علمه. فإذا قلت عليك زيدا نصبته على الإغراء، ومعناه احذر زيدا فقد علاك. وإذا قلت عندك عمرا، عندك عمرا، فالمعنى خذه من حضرتك، خذه من حضرتك، عندك زيد بمعنى خذه. وإذا قلت دونك بشرا، فمعناه خذه من قربك، والشاهد أنه كله إغراء بهؤلاء الناس، ببشر وبزيد، أن يستفيد منهم. وفي القرآن عليكم أنفسكم، عليكم أنفسكم، هنا عليكم هي اسم فعل أمر، ولكن أيضا هنا للإغراء، فأنفس إما أن تكون منصوبة بفعل باسم الفعل عليكم إلزموا، وإما أن تقول أنه منصوب على الإغراء، منصوب على الإغراء الذي في قوله عليكم. قال: ولا يجوز تقديم المنتصب بالإغراء على لفظه. إذا قلت
عليك زيدا، فلا يجوز أن يتقدم زيدا على العامل فيه فتقول زيدا عليك، لا يصح، لأن عليك هو في معنى الفعل، هو في معنى الفعل. إذا قلنا أنه اسم فعل أو أن العامل مضمر أصلا، العامل مضمر، والعامل إذا كان مضمرا لا يصح أن يتقدم معموله عليه، لا يصح أن يتقدم معموله عليه. مثال ذلك معمول حرف الجر، معمول حرف الجر، فلا يجوز أن يتقدم معمول حرف الجر عليه. لماذا؟ لأنه ضعيف، لأنه عامل ضعيف، لأنه عامل ضعيف. فهنا قال ولا يجوز تقديم المنتصب بالإغراء على لفظه. فأما قوله تعالى، طيب قال هنا إشكال، أنت تقول أنه لا يجوز أن يتقدم المنصوب بالإغراء على فعله، ماذا ستقول في قوله تعالى كتاب الله، كتاب الله عليكم، كتاب الله عليكم؟ فهنا كتاب على ماذا منصوب؟ عليكم كتاب الله، فتقدم على معموله. قال النحويون ليس كذلك، فكتاب هنا مصدر مفعول مطلق لفعل محذوف، مفعول مطلق لفعل محذوف، تقديره كتب الله كتابا عليكم، كتب الله كتابا عليكم، واضح؟ نعم. فكتاب الله هنا كتاب مفعول مطلق لفعل محذوف، تقديره كتب الله كتاب. نعم. قال فإنه ممن انتصب على المصدر الذي حذف فعله. قال فكتاب ليس من الإغراء، كتاب الله عليكم هنا ليس إغراء، فتقدم المعمول على العامل فليس إغراء، وإنما هنا كتاب مفعول مطلق منصوب. قال ومثله، أي مثل كتاب الله عليكم، قوله تعالى صنع الله الذي أتقن كل شيء. فصنع هنا فهي مفعول مطلق لفعل محذوف، تقديره صنع الله صنع، صنع الله صنع. نعم. قال والغالب أن تستعمل هذه الألفاظ الثلاثة. ما هي الألفاظ الثلاثة؟ عليك ودونك وماذا؟ وعندك. قال الغالب أنها تستعمل في ضمير المخاطب الكاف، انظروا جميعها، فجميعها تكون مضافة إلى ضمير المخاطب الكاف، غير أن على تنفرد على فتختص بشيئين، عليك دونك عندك تدل على الإغراء إذا كانت مضافة إلى ماذا؟ إلى ضمير المخاطب الكاف. إلا على فقد تدل على الإغراء وهي مضافة إلى ضمير الغائب عليه، قد تدل على الإغراء وهي مضافة إلى ضمير الغائب. أما عند ودون إذا أضيفت إلى ضمير الغائب فتكون ماذا؟ فتكون ظروفا، تكون ظروفا تنتصب على الظرفية ولا تدل على الإغراء، ولا تدل على الإغراء. نعم. وكذلك الشيء الثاني الذي تتميز بها على أنه يتصل بمنصوبها الباء، يتصل بمنصوبها الباء. انظر مثلا تقول عليك، عليك الصوم، عليك الصوم بمعنى إلزم الصوم، إلزم الصوم. طيب فإذا جئت يجوز أن تأتي به للغائب فتقول عليه الصوم، ولكن تدخل الباء على منصوبه فتقول عليه بالصوم، عليه بالصوم، أنت تحثه على الصوم، واضح معنى الحث والحظ، عليه بالصوم. وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فعليه. فهذا الشاهد دليل على أن عليه، على إذا كانت مضافة إلى الضمير أنها تكون من أساليب الإغراء والحظ،
عليه أحثه، أن النبي يحثنا على الصوم. واضح؟ وقد دخل الباء على ماذا؟ على منصوبها، ودخل الباء على منصوبها. إذن فألفاظ الإغراء مزعج المنبه هذا. فألفاظ الإغراء ثلاثة: عليك، دونك، وكذلك عندك. واضح؟ عليك، دونك، عندك. ولكن تختص على بماذا؟ تختص على بماذا؟ أنه يجوز أن يدخل عليها ضمير الغائب فتقول عليه، فتقول عليه. هذا القطة يعني ليس منبه، ظننتم منبه. نعم، واضح؟ فتختص على بدخولها على الهاء، وإذا دخلت عليها الهاء ماذا يحدث؟ يدخل الباء على منصوبها، يدخل الباء على منصوبها. نعم. قال: والغالب أن تستعمل هذه الألفاظ الثلاثة في ضمير المخاطب، غير أن على تختص بشيئين: أحدهما إدخالها على ضمير الغائب عليه، والثاني إلحاق الباء بمنصوبها، كما جاء في الخبر: من استطاع منكم الباء فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم. الشاهد: عليه، دخلت الهاء على، ودخلت الباء على منصوب على، فإنه له وجاء. نعم. قال: باب التحذير. وتنصب الاسم الذي تكرره عن عوض الفعل الذي لا تظهره، مثل مقال الخاطب الأواهي: الله الله عباد الله. هناك ما ينصب على التحذير، هناك ما ينصب على الإغراء، وهناك ما من أجل أن تفعل هذا الفعل، وهناك ما ينصب على التحذير بمعنى يمنعك من فعل هذا الفعل. نعم. كقول الخاطب الأواهي، أي الخطيب، خطيب الجمعة: الله 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 الله، أي اتقوا الله اتقوا الله. نعم. احذروا الله احذروا الله، خافوا الله خافوا الله، اخشوا الله اخشوا الله. قال: اعلم أن الفعل قد يعمل محذوفا، أن الفعل قد يعمل محذوفا إذا دلت عليه الحال، إذا دلت عليه حال المتكلم، يفهم من حال المتكلم تقدير فعل محذوف، مثل أن تسمع تكبيرا عشية استهلال الهلال، الناس ينتظرون هلال رمضان فتسمع تهليلا فيقول: الهلال الهلال، والله. تريد ماذا؟ ما الذي نصب الهلال؟ سيكون محذوف، قلنا رأينا الهلال أو شاهدنا الهلال، لأنك الناس كلهم ينتظرون متى يعلن رؤية الهلال، فإذا سمعت إنسانا يصرخ الهلال الهلال منصوبا فتعرف أنه يقول رأينا الهلال، رأينا الهلال أو شاهدنا الهلال، بمعنى أن هناك فعلا محذوفا دل عليه الحال. تريد شاهد الهلال، أو ترى إنسانا قد دخل أجمة، الأجمة هي الأشجار المختلطة الأخصام، فهذه تسمى أجمة الأسد، فالأسود تعيش في مثل هذه الغابات إذا كانت أشجارا مختلطة أخصانها، فيدخل بينها يسكن هناك لأنها تكون آمنة له ولأشباله، فتسمى أجمة، أجمة الأسد تسمى هذه الأشجار المتكاثفة أجمة، أجمة الأسد. فتقول إذا رأيت أجمة وإنسانا يصرخ الأسد الأسد، من احذر الأسد في الأجمة، احذر الأسد في داخل الأجمة، أي احذر الأسد. أو تصادفه واقفا في الطريق، إنسان واقف في الطريق، طريق السيارات، فتقول له الطريق، أو طريق الناس، فتقول له الطريق، بمعنى خل الطريق، تنحى عن الطريق. نعم. فهذا يكون الفعل أو الأسماء منصوبة بفعل محذوف دل عليه الحال، دل عليه حال الناس، حال الناس. ق
قال ويجوز إظهار الفعل الناصب في هذه المواطن. هذه المواضع التي يكون الفعل محذوفا ومدلولا عليه بدلالة الحال يجوز أن يذكر ويجوز أن يحذف، يجوز أن يذكر ويجوز أن يحذف. فتقول له الخطيب يقول الله الله بمعنى اتقوا الله أو اخشوا الله أو خافوا الله، يجوز أن يخفي ويجوز أن يظهره. وكذلك شاهدوا الهلال، رأينا الهلال، ويجوز أن يقول الهلال الهلال بمعنى رأينا الهلال. وكذلك في قوله الذي يحذر من الأسد احذر الأسد أو الأسد الأسد. وكذلك من كان واقفا في الطريق يؤذي المسلمين في وقوفه فتقول له خل الطريق تنحى، تنحى يتعدى بحرف جر، تنحى عن الطريق، لكن خلي يصل إلى المفعول بنفسه، خلي الطريقة، خلي الطريقة. فسيكون هنا إذن يجوز أن يذكر الفعل ويجوز أن يحذف. قال ويجوز إظهار الفعل الناصب في هذه المواطن. ما هي هذه المواطن؟ التي يكون الحال فيها دالا على الفعل المحذوف، التي يكون الحال فيها دالا على الفعل المحذوف. فإن كررت الاسم، الآن إذا قلت الأسد، نعم، الطريقة، ماذا أيضا؟ نعم، الله دون تكرار. فقلنا هذه نفهم من دلالة السياق ومن دلالة الحال الفعل المحذوف، خافوا الله، احذر الأسد، خلي الطريقة. واضح؟ تمام. فيجوز إظهار الفعل ويجوز إخفاؤه. فإن كررت الاسم وجب إضمار الفعل، إذا كررت الاسم وجب إضمار الفعل. فتقول الله الله، فيجب هنا حذف الفعل. الأسد الأسد، يجب حذف الفعل، يجب حذفه، أما تقديره مقدر، لكن الحذف هنا سيكون واجبا. بينما عندما كان مفردا غير مكرر كان الحذف جائزا، بمعنى يجوز أن يظهر الفعل ويجوز أن يختفي. واضح؟ لكن إذا تكررت الكلمة وجب إخفاء الفعل، وجب إضمار الفعل، وجب إضمار الفعل. الطريقة الطريقة. واضح؟ طيب، قال فإن كررت الاسم قام تكريره مقام إظهار الفعل. فهذا الفعل المكرر هو قائم مقام إظهار الفعل، فما يحتاج أن تظهر الفعل، بل يجب إظماره. ولم يجوز إظهاره، ولم يجوز إظهاره، كقولك الطريقة الطريقة أي خلي الطريقة، الأسد الأسد أي احذر الأسد. وكقولك للمحثوث على السير، المحثوث على السير تحثه على السرعة، السرعة 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 السرعة، نعم، أو النجاء النجاء. ومن ذلك قول الخطيب في خطبته الله الله عباد الله، وكان الأصل اتقوا الله، احذروا الله، خافوا الله، فأقام التكرير مقام إظهار الفعل المحذوف. واضح؟ إذن في أسلوب التحذير قد يحذف، قد ينصب الفعل، قد ينصب الاسم بفعل محذوف، بفعل محذوف يدل عليه الحال، يدل عليه الحال. فإن كرر هذا الاسم وجب ماذا؟ وجب إضمار هذا الفعل، وجب إضمار هذا الفعل، ولا يكون جوازا بل يكون وجوبا إضماره. نعم. قال ويجوز، عفوا، ومما ينصب على إضمار الفعل قولهم، ومما ينصب على إضمار الفعل قولهم إياك والكذب والغيبة، فينصب ما بعد إياك
بفعل مضمر تقديره اتق الكذب واحذر الغيبة. واضح؟ هذا من أساليب التحذير، إما أن يكرر الاسم وإما أن يأتي بإياك، إياك والكذب، إياك أحذرك، إياك معنى أحذرك، والكذب احذري الكذب، احذري الكذب. طيب، قال: ومما ينصب على إضمار الفعل قولهم إياك والكذب والغيبة، فينصب ما بعد إياك بفعل مضمر تقديره اتق الكذب واحذر الغيبة، ولا يجوز إظهار الفعل في هذا، ولا يجوز إظهار هذا الفعل، لا يجوز كذلك إظهاره، لأن هنا إياك قد قامت مقام الفعل، هنا إياك قامت مقام الفعل، كما أن التكرار قام مقام الفعل. قال: ومن المنصوب بإضمار الفعل، ومن المنصوب بإضمار الفعل قولهم هنيئا مريئا، هنيئا مريئا، فهنيئا منصوب مصدر، هنيئا أو صفتان، نعم، هنيئا صفة ومريئا صفة، وهما صفتان لمصدر محذوف، فأما أن تعربهما مصدر لأنهما نابا مناب المصدر، لأنه مر معنا أن المصدر قد يحذف وينوب مقامه الصفة ويعرب إعراب المصدر، فإما أن تعربه مصدر وإما أن تعربه صفة لمصدر محذوف، أو أن تقول صفة لمصدر محذوف. واذكروا الله كثيرا، اذكروا الله كثيرا، فكثيرا هنا إما أن تكون صفة لمصدر محذوف اذكروا الله ذكرا كثيرا، وإما أن تكون مصدرا، وإما أن تقول إيش مصدر، مصدر، واضح؟ نعم، لأنها نائبة مناب ذكرا. وكذلك هنا فهنيئا مريئا صفتان لمصدر محذوف، أو حال من الضمير في قوله كلوه هنيئا مريئا، أي كلوه وهو هنيء، وهو هنيء، الجملة ستكون حالية، وهو مريء، فيجوز لك إذن كم أوجه، إما أن تعربه مصدرا، إما أن تعربه صفة لمصدر محذوف، وإما أن تعربه حالا من الضمير في كلوه. انظروا الشاهد لك لو أنه ماذا؟ أنه منصوب بفعل محذوف، أنه منصوب بفعل محذوف، نحو قولك ماذا؟ هنيئا مريئا، هنيئا. كم فيها إعرابات؟ كم ذكرنا إعرابات؟ ثلاثة أم اثنان؟ ثلاثة أم اثنان؟ واحد صح؟ من المركز؟ ثلاثة أم اثنان؟ ثلاثة، عدل، ثلاثة، فردوس، ثلاثة، الآن نبيل، ثلاثة أم اثنان؟ ثلاثة، طيب ثلاثة، الآن نشاهد ما هي الثلاثة. واحد أخي، أولا حال، سيكون حال، حال من فاعل، من فاعل الفعل المحذوف كلوه، كلوه حال كوني، حال كونه هنيا، سيكون كلوه من ماذا؟ من الفاعل أم من المفعول؟ الحال هنا سيكون من صاحبه، الفاعل أم المفعول؟ كلوه هنيئا من المفعول، الهني سيكون المفعول هو الهني، المفعول هو الهني الذي تهنأ أكله، تهنأ أكله، نعم، إذن فسيكون حال من المفعول، حالا، نعم. طيب، من الضمير في قلوب، طيب هذا الأول. اثنين، حال من الضمير في
كلوه. الإعراب الثاني عد صفة لمصدر محذوف تقديره ماذا سيكون تقديره؟ كلوه أكلا هنيئا، فهنيئا ستكون صفة لأكلا، وأكلا مفعول مطلق مصدر لكلوه، كلوه أكلا هنيئا صفة لمصدر محذوف. أذكر الله ذكرا كثيرا. الثالث من هنا سيكون مصدر نائب عن المصدر، نائب عن المصدر هنيئا نائب عن المصدر. وكذلك هذه الثلاث الإعرابات في ماذا؟ في مليئا، في مليئا، نعم هنيئا مليئا. وغفرانك اللهم، فغفران هنا منصوب على ماذا؟ على فعل محذوف تقديره اغفر غفرانا، اغفر غفرانك يا الله، اغفر غفرانك. وقوله تعالى فإما منن بعد وإما فداء، منن فداء، فكلاهما هنا منصوبان. ما الذي نصبهما هنا؟ قيل يجوز أن يكونا مفعولين لعامل مقدر تقديره أولوه، أولو أولوهم منن واقبلوا منهم فداء، أولوهم منن، أولوهم أولوهم منن، فسيكون مفعول ثاني، فسيكون منن مفعول ثاني، أولوهم منن، لأن أولو فعل أمر، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنتم، أولوهم الضمير هنا هم مفعول به أول، ومنن سيكون ماذا؟ مفعول ثاني، أولوهم منن. وكذلك واقبلوا منهم فداء، واقبلوا منهم فداء، هنا فداء ستكون ماذا؟ مفعول واحد، مفعول أو مفعول واحد فقط، اقبلوا منهم فداء. طيب، فالشاهد أن منن وفداء منصوبان لفعل محذوف، منصوبان لفعل مضمر. أي إما تمنون منن، هنا منن تمنون منن، هنا سيعربها مفعول مطلق، انظروا هنا قدرها مفعول مطلق، وفيما ذكرنا أنه مفعول به. وإما تفدون فداء كذلك مفعول مطلق، واضح؟ فاجمعوا ما ذكرت لكم مع هذا، سيكون كم وجهان للإعراب، سيكون هذان وجهان في الإعراب. نعم، إما أن يكونان مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره تمنون منن وتفدون فداء، وإما أن يكون أولوهم منن واقبلوا منهم فداء، وإن كان ما ذكره الشيخ الحريري أرجح. لماذا؟ لأنه كلما قرب التقدير كلما كان أفضل وكان أسهل، وكلما بعد التقدير كلما كان فيه تكلف، كلما كان فيه تكلف. فما ذكره الحريري توجيه سهل ومستساغ أحسن مما ذكرنا، أولوهم منن واقبلوا منهم فداء، ولكن هذا ستجده في كتب التفسير عندما تمرون على تفسير هذه الآية. طيب، قال رحمه الله تعالى باب إنا وأخواتها. وإنا وأخواتها من العوامل التي تدخل على المبتدأ والخبر، فذكرنا أن المبتدأ والخبر زيد مجتهد، مبتدأ وخبر، زيد في المسجد، زيد عندك، زيد أخلاقه حميدة، زيد يحب الخير.
فهنا مبتدأ وهذه خبر، أخباره خبر مفرد، خبر جار ومجرور، خبر ظرف، خبر جملة اسمية، خبر جملة فعلية. فهناك عوامل تدخل على المبتدأ، هناك كان وأخواتها فتدخل على المبتدأ فترفع المبتدأ ويكون اسمها وتنصب الخبر ويكون خبرها. هناك إن وأخواتها تدخل على الجملة الإسمية فتنصب تنصب 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 المبتدأ ويكون اسمها، وترفع الخبر ويكون خبرها. واضح؟ وتدخل، هناك ظن وأخواتها من العوامل تدخل على المبتدأ والخبر فتنصبهما على أنهما مفعولين، مفعول أول ومفعول ثان. واضح؟ فيجب أن نعرف هذه العوامل. فقال باب إن وأخواتها: وستة تنتصب الأسماء بها كما ترتفع الأنباء. الأنباء أي الأخبار، الأنباء هي الأخبار، أنبأني بمعنى أخبرني. عند المحدثين من صيغة التحمل، صيغة الرواية، والحدثنا أخبرنا أنبأنا، أنبأنا، وصيغة أخبرنا أصرح من أنبأنا. وهناك من قال هما سواء، وهناك من يفرق أن أخبرنا ما قرأ الشيخ وسمع الطالب، وأنبأ ما قرأ التلميذ بين يدي الشيخ. وهناك من قال هما سواء. فهناك قال: وترتفع كما ترتفع الأنباء، أي ترتفع الأخبار. وهي إذا رويت أو أمليت. ما هي هذه الستة التي تنصب الاسم وترفع الخبر؟ إن وأن. يا فتى، هنا تنبيه، يريد أن ينظر هل أنت نعسان أم لا، فناداك وقال يا فتى، هكذا يريد ينبهك. تمام. وليت، ثم عاد يذكر لك بقية هذه العوامل. قال: وليت، ثم كأن، ولكن، وعل. هذه لغة غير مشهورة من لغات العرب، في لعل يقال عل، واللغة المشهورة الفصحى لعل. قال: قد ذكرنا في شرح باب المبتدأ أن من جملة أقسام ما يدخل عليه قسما ينصب المبتدأ، ينصب هو المبتدأ ويرفع الخبر، وهي إن بكسر الهمزة وتشديد النون، ومعناها التوكيد. إن وأن يأتيان للتوكيد، يأتيان لتوكيد الجملة، يأتيان لتوكيد الجملة. زيد مجتهد، هذا يسمى الخبر عند علماء البلاغة. ماذا؟ من قرأ معنا البلاغة، هذا ما يسمى الخبر. زيد مبتدأ، ما نوع الخبر؟ هو مسند، ومسند إليه نعم، لكن ما نوع الخبر؟ أضرب الخبر ثلاثة، أضرب الخبر ثلاثة، إما أن يأتي ابتدائي، وإما طلبي، وإما إنكاري. فهنا زيد مجتهد، هذا ابتدائي، بمعنى أنني ألقيه على إخوة يصدقوني فيما أخبر. لكن إن ذهبت إلى أناس لا يعرفونني فأقول وأزكي زيد، زيد مجتهد، يقول نحن لا نعرفه، فيحتاج إلى ماذا؟ يحتاج الخبر إلى تأكيد. فأنا آتي وأقوله إن زيدا، أنصبه إن زيدا مجتهد، فينتقل الخبر من ابتدائي إلى طلبي. لأن الناس مترددون، ما قبلوا مني مباشرة، ما يعرفوني، معذورون، ومجهول الحال، لا بد من تزكيته أولا. واضح؟ فأنا أردت أن أزيل هذه الغربة عني، فأكدت لهم الخبر حتى يستوثقوا إن زيدا مجتهد. فإن ذهبت إلى أناس يكذبوني، ليس لا يعرفوني، لا، أناس يكذبون، يقول لا أنت كاذب، ما نصدقك. فماذا يحتاج هذا الرجل الذي يكذب؟ يحتاج إلى أن يأتي في كلامه إلى أكثر من مؤكد، حتى ماذا؟ حتى يصدقه. فيأتي فيقول إن زيدا لمجتهد، فأكدوا بأمران، بإن وباللام الداخلة على الخبر، فجاء بأكثر. فالخبر الأول يسمى ابتدائي،
هذا الذي خالي من التوكيدات يسمى ابتدائي. فإن جاء فيه مؤكد واحد يسمى طلبي. طلبي. فإن كان جاحدا منكرا مكذبا فيحتاج إلى أن تأتي في الخبر أكثر من مؤكد فيسمى إنكاريا، خبرا إنكاريا. واضح؟ فهذه الثلاثة. إذن فإن وأن يأتيان للتأكيد، معناهما تأكيد الجملة الخبرية، تأكيد الجملة الخبرية، تأكيد الجملة الخبرية، هذا معناهما. أما عملهما هذا التوكيد وظيفتهما الدلالية، لكن هناك وظيفة نحوية. ما هي وظيفتهما النحوية؟ أن تنصب المبتدأ ويكون اسمها، كان أولا مرفوعا بالابتداء لكن الآن دخلت عليه إن فصار منصوبا بإن، اسمها اسم إن منصوب بها، ومجتهد سيكون ماذا؟ خبر إن مرفوع بها، وكانت في السابق خبر المبتدأ مرفوعة بالمبتدأ لكن لا، الآن صارت خبر إن مرفوعة بإن. واضح؟ طيب إن دخلت عليها اللام ماذا؟ كيف سنعرب؟ كيف سنعرب؟ يلا حافظ شبيه. إن ماذا سنعربها؟ حرف توكيد ونسخ، أو نقول حرف مشبه بالفعل، حرف مشبه بالفعل، وسيأتي ما معنى مشبه بالفعل الآن. أيوة. اسم إن منصوب بها وعلامة نصبه الفتحة. نعم. اللام تسمى المزحلقة أو لام التوكيد. واضح؟ تسمى لام المزحلقة. يعني مثلا إذا أراد أن لا يؤكد بإن، أراد أن يؤكد باللام، فسيقول لا زيد مجتهد، لزيد مجتهد، فاللام لام الابتداء وتأتي للتوكيد، وزيد مبتدأ ومجتهد خبر المبتدأ. فإن أكد بإن هنا زيد مجتهد، هذا ابتدائي وهذا طلبي وهذا إنكاري. زيد مجتهد خالي من أدوات التوكيد. لا زيد مجتهد فيه مؤكد واحد اللام. إن زيدا لا مجتهد، هنا صار فيه مؤكدات. إن هي دخلت هنا إن وجاء بعدها اللام، فتزحلقت اللام من المبتدأ إلى الخبر، لأنه يصعب أن يجتمعان الاثنان في أول الكلام. فتزحلقت لام الابتداء إلى الخبر فصارت إن زيدا لا مجتهد، وتسمى المزحلقة لأنها كانت في أول الكلام فزحلقت من المبتدأ إلى الخبر. واضح؟ واضح يا حنان؟ طيب. فاللام المزحلقة، ومجتهد خبر إن منصوب مرفوع بها. طيب قال وهي إن بكسر الهمزة وتشديد النون ومعناها التوكيد، وأن المفتوحة الثقيلة ومعناها التحقيق. بهذا نعرف أن المخففة ليست ناسخة، ليست ناسخة، ليست ناسخة، بمعنى أنها لا ترفع، لا تنصب المبتدأ ولا ترفع الخبر. ومعناها التحقيق، أن المشددة المفتوحة، مفتوحة الهمزة، معناها التحقيق وهو التوكيد، هي كلاهما معناهما التأكيد والتحقيق. وكأن، ما معنى كأن؟ معناها التشبيه، كأن زيدا أسد، كأن زيدا أسد، هكذا. نعم. معناها التشبيه. ولكن ومعناها الاستدراك،
إذا أراد أن يستدرك قال خبرا ثم أراد أن يستدرك منه. الطلاب مجتهدون لكن زيدا غير مجتهد. هنا لكن استدرك استدركت وأخرجت زيدا من حكم ما قبلها. نعم. وليت ومعناها التمني. وليت ومعناها التمني. ولعل ومعناها التوقع المرجو أو المخوف. التوقع المرجو والمخوف. هنا في فائدة في ليت، ليت التي للتمني. هناك حروف أخرى قد تأتي للتمني. هناك حروف أخرى قد تأتي للتمني. وكنا نريدها لا بأس سنعيد. هناك أدوات أخرى تأتي للتمني. حروف التمني. الحرف الأصلي أو أم الباب في حروف التمني ليت. إذا أردت أن تتمنى فتأتي بليت. إذا ظهر فيك الشيب فماذا ستقول؟ تقول ليت الشباب يعود يوما، هكذا فتقول بليت، ستحتاج إلى ليت فاحفظوها. فإذا ما ظهر الشيب استخدموها وقولوا ليت الشباب يعود يوما فأخبروا بما فعل المشيب. واضح؟ ليت للتمني. تمام. طيب هناك حروف أخرى. هل، هل حرف ماذا؟ حرف استفهام، ولكن قد تأتي للتمني ولا تكون للاستفهام. مثاله قوله تعالى هل لنا من شفعاء. الآن أهل جهنم والعياذ بالله نسأل الله أن يجيرنا منها، هل هم الآن يستفهمون؟ لا، هم يعرفون، لا، لكنهم يتمنون، يتمنون أن لهم شفعاء فيشفعوا لهم، يتمنوا أن لهم شفعاء وليس استفهام. ولكن جاء في موضع التهكم بهم، في موضع التهكم بهم أنه جاء بصيغة الاستفهام ولم يأتي لهم بصيغة التمني. التمني لأن ليس لهم هناك أماني، ليس لهم هناك أماني وأمنيات. نعم. فهي دار شقاء وليست دار أماني. واضح؟ فتمنى، فجاء بأسلوب التمني ولكن بماذا؟ بهل الاستفهامية، بهل الاستفهامية. أيضا لو، لو حرف امتناع لامتناع. لو جاءني لأكرمته، فعندما امتنع المجيء امتنع الإكرام، أو امتنع الإكرام لعدم وجود المجيء. نعم. طيب مثاله قوله تعالى لو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. لو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. أيضا في حال أهل النار يتمنون بلو، يتمنون بلو، ليت لنا كرة فنكون من المؤمنين. نعم. الثالث لعل، أو الرابع لعل. نحو قول الشاعر أسرب القطا هل من يعير جناحه. لعلي، الشاهد هنا لعلي، إلى من، إلى من قد هويت أطير. أسرب القطا هل من يعير جناحه. ليتني إلى من هويت أطير، ليتني إلى من قد هويت أطير، هكذا. واضح؟ فانظروا، فجاءت هل ولو ولعل للتمني، فخرجت عن معانيها الأصلية إلى معنى، إلى معنى التمني، ولها لطائف بلاغية. لماذا استخدمت هذه الألفاظ ولم يستخدم ليت؟ نعم. طيب قال ولعل. وهذه الأحرف الستة إن وأن وكأن ولكن وليت ولعل، هذه الأحرف الستة لما أشبهت الأفعال الماضية في البناء على الفتح
وفي اتصال ضمير المتكلم بها بنون وياء كما تتصل بالفعل أجريت مجرى الفعل المتعدي الذي يرفع وينصب بفعليته، إلا أنها تجري مجرى الفعل الذي تقدم مفعوله وتأخر فاعله. الآن انظروا، هناك الفعل الماضي حافظ، حافظ زيد القرآن، يجوز أن يتقدم المفعول على الفعل فيقول ماذا؟ حافظ القرآن زيد، حافظ القرآن زيد. الآن من هو الحافظ ومن هو المحفوظ؟ حافظ زيد القرآن، من هو الحافظ ومن هو المحفوظ؟ نسمع واحد واحد، من هو الحافظ والمحفوظ؟ القرآن. متفقون على هذا؟ بل عندك يا شيخنا بل المحفوظ زيد والحافظ القرآن، القرآن هو الذي حفظ زيد، زيد عندما حفظ القرآن القرآن حفظه. واضح؟ هذا معنى دلالي، معنى هكذا في علم النحو. نعم، زيد هو الحافظ والقرآن هو المحفوظ، لكن في الحقيقة زيد عندما حفظ القرآن صار محفوظا بالقرآن، صار محفوظا بالقرآن، فهو محفوظ والقرآن حافظ له، والقرآن حافظ له. طيب طيب، فحفظ القرآن زيد، هنا قدم المفعول وأخر الفاعل. طيب الآن قال هذه الحروف الستة أشبهت الفعل الماضي المتعدي الذي تقدم مفعوله على فاعله، في ماذا أشبهه؟ قال في البناء، فعل ماضي مبني على الفتح، وهذه الحروف الستة إن، أن، ليت، لعل، لكن، كأن، جميعها مبنية على الفتح، فأشبهت الفعل الماضي في البناء على الفتح. هذا الشبه الأول، الشبه الأول أن كلاهما مبني على الفتح، هنا الشبه، أوجه الشبه بين الفعل الماضي وبين الحروف الناسخة المشبهة. واحد، البناء على الفتح. طيب الوجه الثاني، قال في اتصالها بماذا؟ بضمير المخاطب، بالنون وياء المخاطب، بالنون وياء المخاطب، فتقول ماذا؟ حافظني، حافظني، حافظني القرآن، حافظني القرآن، يجوز هكذا، حافظني القرآن، على أن القرآن هو الفاعل، حافظني القرآن. فهنا حفظ اتصل به ماذا؟ اتصل به نون الوقاية وياء المتكلم، وياء المتكلم. كذلك هذه الحروف يجوز أن يتصل بها نون الوقاية وياء المتكلم، فتقول ماذا؟ إن، ني، ليت، ني، كأن، ني، لكن، ني. إذن فأشبه كذلك الفعل الماضي، فأشبه الفعل الماضي، وهذا هو الوجه الثاني، اتصاله، اتصالهما بالنون والياء، أي نون الوقاية وياء المخاطب، فهذا الوجه الثاني. واضح؟ فالآن هذه الحروف الستة عندما أشبهت الفعل الماضي المتعدي في هذين الأمرين عملت عمل الفعل الماضي المتعدي المتقدم مفعوله على فاعله، المتقدم مفعوله على فاعله، بمعنى أن المفعول سيكون أولا منصوبا ثم سيأتي الفاعل مرفوعا، وكذلك اسمي أو معمولي هذه الأسماء الستة، إن، وأن، وكأن، سيكون
المعمول الأول منصوب والمعمول الثاني مرفوع. مثاله إن زيدا القرآن مجتهد، زيد واضح، فأشبه فعمل عمل الفعل، عمل عمل الفعل واضح، ولكن عمل الفعل ماذا؟ الفعل المتعدي المتقدم مفعوله على فعله، المتقدم مفعوله على فاعله، المتقدم مفعوله على فاعله. فإن حرف ناسخ مشبه بالفعل، هكذا نقول الآن عند الإعراب، حرف ناسخ مشبه بالفعل، حرف ناسخ مشبه بالفعل. زيدا اسم إن منصوب بها وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. مجتهد خبرها، خبر إن مرفوع بها وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، على آخره، واضح؟ طيب، إن زيدا في الدار، إن زيدا في الدار أديب، إن زيدا في الدار ماذا سيكون الإعراب؟ حرف مشبه بالفعل للتوكيد. نعم أحسنت، نعم أحسنت، في الدار، في الدار، نعم. والجار ومجرور متعلق بمحذوف خبر إن، خبر إن. طيب، إن زيدا أخلاقه حميدة، إن زيدا أخلاقه حميدة، إن زيدا حرف مشبه بالفعل للتوكيد. منصوب بها وعلامة نصبه فتحة الظاهرة. نعم، أخلاقه، لا، أخلاقه ماذا ستكون؟ مبتدأ. الآن سنبتدئ جملة ابتدائية، أخلاقه مبتدأ مرفوع بالابتداء على مطرف الضمة الظاهرة على آخره، وهو مضاف والهاء مضاف إليه يعود على زيد. أخلاقه حميدة، خبر من؟ خبر المبتدأ، خبر. والجملة من المبتدأ والخبر في محل، في محل رفع خبر، خبر إن، خبر إن، واضح؟ طيب، إن زيدا يحب الخير، يلا حنان. إن للتوكيد، نعم. زيدا اسم إن منصوب بها، فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم، والفاعل الضمير مستتر تقديره هي، هي أم هو؟ هو يعود على زيد، ها، لا يوجد هنا هي، ها، لم نذكر امرأة. طيب، الخير، لا، يحب الخير، أحسنت، مفعول به. الجملة من الفعل والفاعل والمفعول يحب الخير في محل، في محل رفع خبر إن، في محل رفع خبر إن. أنا كنت ذكرت لكم الأمثلة أنواع الخبر، لماذا؟ حتى تعرفوا أن خبر إن كذلك سيأتي مفردا، وسيأتي جار ومجرور، وسيأتي ظرفا، وسيأتي جملة اسمية، وسيأتي جملة فعلية، سيأتي جملة فعلية. اللهم سنغير فقط عند دخول الحرف، ننصب زيدا فقط، وبقية الجملة ستبقى كما هي. وكنا نعرب الجملة خبر المبتدأ، سنقول لا، خبر إن، خبر إن، واضح؟ طيب، قال
وقد تقع أن المفتوحة الثقيلة مع ما بعدها مصدرا. إن واسمها وخبرها قد تقع مصدرا، تعرب جملة إن واسمها وخبرها مصدرا. ألا ترى أنك إذا قلت بلغني أنك خارج، بلغني أنك خارج، بلغني، أعرب هذه يا أخي، بلغ نعم. أن حرف مشبه للفعل للتوكيد. انظروا الآن زادنا معنى الآن. الآن وأراد أن ينبه لنا أن هناك معنى زائد أيضا كذلك لأن، وهو المصدر. فهو حرف مصدر وتوكيد. حرف مصدر وتوكيد. حرف مصدر وتوكيد مشبه بالفعل. حرف مصدر وتوكيد مشبه بالفعل. ما الدليل على أنه مصدر؟ الآن انظر، يلا أكمل. والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب اسم أن. أحسنت. خارج خارج خبر أن مرفوع بها وعلامة رفعه الآن انظر، قال وأن واسمها وخبرها، وأن واسمها وخبرها المصدر المنسبك منها في محل رفع فاعل. أن واسمها وخبرها في محل مصدر، المصدر المنسبك من أن واسمها وخبرها في محل رفع فاعل. ما هو المصدر؟ أنك خارج، أي خروجك. بلغني خروجك. خروج، فخروج مصدر، خرج يخرج خروجا فعول، واضح؟ فهنا أن واسمه وخبره قد تقع موقع المصدر، فتقول خروج، خروجك، وتعرب فاعلا لبلغ. تقول بلغني الخبر، هنا الخبر فاعل، بلغني من فعل ومفعول ونون للوقاية، الخبر فاعل، هو الذي بلغك، فهو الفاعل. لكن أراد المتكلم أن يأتي بهذا، بمثل هذه الإلغاز على الطالب. بلغني أنك خارج، أي بلغني خروجك، بلغني خروجك. نعم. طيب، إذن فأن معانيها ماذا؟ تأتي للتوكيد وتأتي مصدرية وهي مشبهة بالفعل. قال والأصل فيه لعل عل، الأصل فيه لعل عل، فزيدت اللام الأولى حتى صار الفرع مع الزيادة أكثر استعمالا من الأصل. قال الأصل عند العرب هو أن يقولوا عل، ولكن من كثرة استعمالها أدخلوا اللام على العين فصارت لعل، واشتهرت، واشتهرت بلعل. نعم. وكل ما يجوز أن يكون خبرا للمبتدأ يجوز أن يكون خبرا لإن وأخواتها. كل ما يجوز أن يكون خبرا لإن، خبرا للمبتدأ يصح أن يكون خبرا لإن وأخواتها. ما أنواع الخبر؟ خبر المبتدأ ما أنواعه؟ ما أنواع خبر المبتدأ؟ خبر المبتدأ أنواع، خبر المبتدأ أنواع، ما هي؟ مفرد وغير مفرد، وغير المفرد أنواع، ما أنواعه؟ جملة وشبه جملة، وشبه الجملة أنواع، جار ومجرور وظرف، والظرف أنواع، ظرف زمان وظرف مكان، والجملة قلنا أنواع، ما أنواعها؟ اسمية وفعلية. فهذه أنواع خبر المبتدأ.
قال فكذلك هذه الأنواع تأتي خبرا لإن، تأتي خبرا لإن، فإن كان مفردا فهو مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة إذا كان صيغة الآخر، أو ضمة مقدرة إن كان معتل الآخر، واضح؟ وإن كان جملة أو شبه جملة فسيكون في محل، في محل رفع خبر، في محل رفع خبر إن وأخواتها، واضح؟ هكذا. قال وإذا وقع ظرفا كان منصوبا، إذا وقع خبر إن ظرفا، الآن انظروا قلنا إن زيدا مجتهد، هنا قال إن زيدا خلفك، الاسم منصوب والخبر منصوب، كيف سيكون الإعراب؟ فردوس عارف هذه، إن زيدا خلفك مشبه بالفعل، طيب خلف أيه ما له، مرفوع مجرور منصوب في محل الرفع، شوف. نعم هو ظرف مكان، انظروا ظروف المكان والزمان منصوبة على الظرفية، الناصب فيها الظرفية، لأنها هي بذاتها هي ليست الخبر، الخبر وأخبروا بظرف أو بحرف جر ناوين، فالخبر هو المنوي، الخبر هو المنوي، أما الظرف خلف أو اليوم أو فهذا هو ظرف منصوبا على الظرفية، فخلف منصوب على الظرفية المكانية، متعلق بمحذوف في محل رفع خبر انت، واضح؟ واضح كيف تقول خلفك، خلف ظرف مكان منصوب على الظرفية المكانية متعلق بمحذوف تقديره كائن مستقر في محل رفع خبر إن، خلف مضاف والكاف مضاف، مضاف إليه، فلا تقول الاسم منصوب والخبر منصوب، الاسم منصوب بإن والخبر هنا خلف منصوب على الظرفية وليس بإن، منصوب على الظرفية المكانية متعلق بمحذوف، هذا المحذوف في محل رفع خبر إن، في محل رفع خبر إن، واضح؟ طيب وإن الرحيل غدا، إن الرحيل غدا، يلا من يعرب؟ نبيل. نعم. الرحيل منصوب بها وعلامة نصبه على آخره. نعم. غدا ظرف، ظرف ماذا؟ ظرف زمان منصوب على الظرفية الزمانية، منصوب على الظرفية الزمانية وليس بإن، منصوب على الظرفية الزمانية متعلق بمحذوف تقديره كائن أو مستقر، هذا المحذوف في محل رفع خبر إن، في محل رفع خبر، خبر إن، واضح؟ طيب قال وإن بالكسرة أم الأحرف، نقف على هنا، سيذكر المواضع التي تكسر فيها همزة إن والمواضع التي تفتح فيها همزة، همزة إن، نقف عليهما. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت يا ربنا من شيء بعد عدد خلقك ورضاء نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، وصل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين.
اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى وتقى يا رب العالمين. اللهم يا معلم داود علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم فقهنا في الدين وارزقنا العلم والعمل به يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا في الدين ولمن له حق علينا يا أكرم الأكرمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والله أعلم. تفضل. قوله إياك والكذب والغيبة، نعم، هل نقول إياك هذا اسم فعل أمر؟ اسم فعل أمر بمعنى احذر، قد يكون هكذا، قد يكون هكذا، وقد يكون إياك مفعول به لفعل محذوف، لأن هي أصلا ضمير منفصل، وهي من ضمائر النصب، هي من ضمائر النصب المنفصلة، من ضمائر النصب المنفصلة. أنا أيضا راجعت لا، ولكن ما زال البحث قاصرا، كنت وصلت إلى شيء فكنت بدأت أكتب وأرسلت إلى فردوس، قلت السلام عليكم لأني سأرسل بقية الرسالة، لكن وجدت أن ما زال هناك إشكالا، فقلت إذن توقفت ولم أكمل الرسالة. فهناك قول للزجاجي في كتاب الحروف والصفات، وكتاب الحروف والصفات هذا يأتي بحروف المعاني ويذكر كل حرف وماذا يأتي له من المعاني، فذكر لا وقال لا نفي للمستقبل والحال، لا تأتي لنفي المستقبل والحال، لا حرف لنفي المستقبل والحال، هكذا قال، لا لنفي المستقبل والحال. ويقبح دخولها على الماضي، يقبح دخولها على الفعل الماضي. لماذا يقبح دخولها على الفعل الماضي؟ لأنها تنفي المستقبل، والفعل الماضي يدل على الماضي، قال فيقبح دخولها على الماضي. لماذا؟ قال لئلا تشبه الدعاء، ولأنك ذاك إذا دخلت على الفعل الماضي ستكون في صورة الدعاء، كأنك تدعو على الشخص، كأنك تدعو عليه. فمثلا إذا قلت لا قام زيد، لا قام زيد، لا قام زيد، لا قام زيد، فكأنك تدعو عليه بأنه ماذا؟ بأنه لا يقوم، بأنه لا يقوم، لا نجح سعد، كأنك تدعو عليه بماذا؟ بعدم النجاح. والله أعلم، قد يكون هذا الآن هذا المعنى، أنه إذا قصد الدعاء، لأن الدعاء يكون في المستقبل، يكون الدعاء في المستقبل، يكون في المستقبل، في المستقبل، لا قام زيد، فصار المعنى قام فعل ماضي، فعندما دخلت عليه لا صيرته للمستقبل دعاء، فصيرته للمستقبل دعاء، صيرته دعاء. وقد يكون هذا هو المقصد، بأن تدخل عليه لنفي المستقبل، هذا إذا كان فعلا مضارعا، واضح؟ لكن إذا دخلت على الماضي، كلام الحريري أن تنقله إلى المستقبل، الظاهر أنه قد هذا يريد أنه يقصد به الدعاء، يقصد به الدعاء، يقصد به الدعاء. فهنا كذلك فيكون لا صدق، لا صلى، وكأنه دعاء، دعاء عليه، دعاء عليه بأنه لا يصلي، لا يصدق ولا يصلي، هكذا. ولكن الذي أشكل علي إذ تقدير الكلام لم يصدق، هذا الذي أشكل علي. لماذا؟ لأنه عندما قال يصدق وأدخل عليه لم، جعل الفعل المضارع منفيا إلى الماضي.
ونحن نريد الفعل المضارع، الفعل الماضي عندما دخلت عليه لا قلبت معناه إلى المستقبل، مثل إن الشرطية، إن قام زيد، خلاص واضح كان قام فعل ماضي عندما دخلت عليه إن الشرطية صيرته إلى المستقبل. وهكذا لا قام زيد، إذا قصدنا بها الدعاء، إذا قصدنا بها الدعاء فبالفعل، فلا النافية ستجعل من الفعل الماضي ماذا؟ معناه ليس الماضي وإنما معناه المستقبل، معناه المستقبل. نعم هكذا. وما زال قلت لكم المسألة تحتاج إلى بحث. مثال نفي المستقبل، قل لا أسألكم عليه أجرا، قل لا أسألكم، أسأل فعل مضارع فدخلت عليه لا النافية ونفته، فهي تنفي المستقبل. طيب فالمسألة ما زالت تحتاج إلى بحث، وإن شاء الله نبحث وما وصلنا إليه نفيدكم إن شاء الله به. بقي سؤال؟ هي في لها معاني كثيرة، لها معاني كثيرة، وهذا ما يعطيها جمالا، أن الإنسان يتتبع معانيها ويستطيع أن يفرق بين كل جملة وجملة ومعنى كل سياق، هذا تعطيه أولا قدرة على التمكن في اللغة العربية وفي معرفة أشباهها ونظائرها، وأيضا قدرة في معرفة كلام الله سبحانه وتعالى، لأن لا موجودة في كلام الله كثيرا، فتستطيع أن تميز بها وتعرف دلالاتها إن شاء الله. تفضل. هي ليست عاطفة، هي تسمى، هي ليست عاطفة، ليست عاطفة، ليست عاطفة، وإن كانت عاطفة فستكون من عطف جملة على جملة. أحذر إياك وإياك وأحذرك الكذبة، هكذا فستكون عطف جملة على جملة هكذا، لكن هي ليست، هي من باب صيغة التحذير، صيغة التحذير هكذا، إما أن يتكرر، إما أن تكرر اللفظة، وإما أن تأتي بعد إياك، وإما أن تأتي بعد إياك وإياك وهكذا، إياك والكذب، إياك والغيبة، إياك والكذب، وهي من صيغة التحذير، من صيغة التحذير، والله أعلم. نعم. بلغني خروجك. من حيث الدلالة يعني هل هناك فرق بين، يعني لو نستخدم بلغني أنك خارج وبلغني خروجك؟ بلا شك سيكون هناك دلالات، بلا شك، لأن بلغني خروجك هنا أتيت فقط بمفرد، أخبرت بمفرد وتوصلت إليه مباشرة، لكن بلغني أنك خارج، واضح؟ لا، هناك فيه تشهير به، تشهير، لماذا؟ لأنك أحضرته أنك، أنك، فمثلا لو قلنا أنه إنسان خرج على سلطان، فظفر هذا السلطان بهذا الخارجي وأتى به، فعندما يقول له بلغني خروجك، هنا خروجك لا بأس، يعني عرفت أنك قمت بتمرد، لكن عندما أقول له بلغني أنك خارج، فالتأنيب عليه أكثر، التأنيب عليه والتهديد له فيها قوة وفيها تأنيب أكثر. لماذا؟ لأنه خصه بالاسم، خصه وذكره أنك ويشير إليه هكذا، فسيكون التأنيب والردع له سيكون أكثر من أن يقول بلغني خروجك، خروجك. نعم أيضا هذا من هذا المعنى الظاهر فيها، والله أعلم هكذا. فبلا شك أن الزيادة في المبنى تدل على زيادة في المعنى، في المعنى. نعم. وهنا البليغ هو الذي يتخير ما هو الأنسب، هل يقول أنك أو خروج. نعم والله أعلم. سؤال: هل يوجد إعراب في هنيئة
على ماذا؟ نائب. تعرب هنيا المصدر. وأكلا هنيئا، كلوه أكلا هنيئا، فحذفنا المصدر أكلا وأقمنا الصفة مقامه، فيتعرب مصدرا، فلا لا أعرب بعد ذلك هنيئا نائب يعني صفة لمصدر المحذوف، لا أقول هنيئا هنا ماذا؟ مصدر، ها مصدر، ها أو صفة نائبة عن المصدر هكذا، لكن أقول مصدر، مصدر، ها واضح هكذا. كما في قولي اذكروا الله كثيرا، فهناك من أعرب كثيرا قال مصدر، وهي في الحقيقة صفة نائبة عن المصدر، وهي صفة نائبة عن المصدر، واضح؟ فأنت إذا قلت مصدر إعرابك صحيح، إذا قلت صفة نائبة عن المصدر إعرابك صحيح، وإن قلت ثالث ما هي حال من الضمير إعرابك صحيح، والله أعلم. نعم. اللهم إن الإنكار والنكر ليس في داخل إنقاذ تمني كما قال سبحانه وتعالى، يعني لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمر، يعني هنا هنا ليس للتمني، ليس للتمني صح؟ آه هنا ليس هنا للتوقع، بل هنا للتوقع سيقع. ليس بقيد يعني معنى التمني لا هي الأعمال هنا نعم ليس قيد، لعل معناها الأصلي الترجي، ها الترجي هكذا، ولكن قد تخرج من هذا المعنى إلى معاني أخرى يدل عليها السياق. وهنا في هذه الثلاثة هل ولو ولعل اشترطوا في كونها للتمني أن يكون المتوقع بها مستحيلا، فهنا هل لنا من شفعاء؟ هل لأهل النار شفعاء؟ لا يوجد لهم شفعاء. لو أن لنا كرة هل ممكن أن يرجعوا؟ لا يمكن. طيب هنا هذا الذي يريد أن يكون له جناحين، هل ممكن أن يكون له جناحين يطير؟ لا يمكن، ها أن يكون له جناح يطير إلى من هو، فهو مستحيل، واضح؟ فصح وقوع هذه موقع ليت، موقع ليت التي للتمني، ها نعم. بلا شك لا 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 انظر هنا ليت هنا لعل ليست للتمني، هنا لعل ليست للتمني، ليست للتمني، لابد من ان نميز وان ننظر ما هي المواضع التي جاءت فيها لعل بمعنى ليت، وما هي التي جاءت ليلى على اصلها، على اصل معناها، على اصل معناها. نعم، بل سياتي معنا ان شاء الله قواعد ان شاء الله تدرسون انه قد ياتي ويتبادر الى اللفظ اكثر من معنى، فماذا اعمل؟ قال تعالى اظن قد اخبرتكم يوم هم على النار، على النار يفتنون، على النار قال المفسرون في النار، في النار يفتنون، وقال آخرون بالنار، صح؟ في بي، لكن الله قال على، ما قال في ولا قال ب، واضح؟ طيب ماذا؟ هناك معنى آخر يدل عليه على، ولو ترى إذ وقفوا على النار، إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب، هنا عذاب نفسي، يشاهدون النار التي سيقتحمونها، التي سيرمون فيها، فحالتهم النفسية مضطربة، خائفة، وجلة، يتمنوا أنهم يعودوا، ها أنهم يتوبوا، لكن ما في، خلاص قضي الأمر. فهذه على، على النار يفتنون أظهرت لنا الحالة النفسية التي هم عليها. أما بعض المفسرين قالوا في النار يبصد للعوام، لو تأتي وتخبر العوام بأن حروف الجر تتناوب تكبر عليها المشكلة، لكن تقول في النار، على النار يفتنون، يعني في النار يفتنون، أو تقول بالنار يعذبون هكذا.
وهو تفسير صحيح. لكن إذا أردت أن تخاطب طلبة علم وعلماء في اللغة وتبين لهم جمال اللغة العربية وأن لكل حرف في كتاب الله سبحانه وتعالى معنى وموضع وإعجاز يبهر من يقرأه ومن يتأمله، ستقول لا، هنا على لا معنى غير الفي وغير في وغير الباء. واضح؟ قال تعالى في سورة الأعراف وقالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا، قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء، اللام هنا قالت أخراهم لأولاهم، قالت أخراهم عن أولاهم، فاللام هنا بمعنى عن، قالت أخراهم لأولاهم. الخطاب هنا الأمة الآخرة لم تخاطب الأمة الأولى، هي تخاطب الله سبحانه وتعالى. قالت أخراهم عن أولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. انظر السياق بعدها ماذا قالت أولاهم؟ قالت أولاهم لأخراهم، ماذا قالت؟ قالت أولاهم لأخراهم إنا كل فيها، إن الله قد حكم بين العباد، لأن الله بعد ذلك قال لكل ضعف، يعني الكل معذب، الأول والآخر وكل واحد نصيبه. فقالت أولاهم لأخراهم الآية، اللهم صل على رسول الله، فما كان لكم علينا من فضل. يرجع الأولى تخاطب لكم، انظروا، فقالت أولاهم لأخراهم، اللام هنا لأخراهم الفعل بمعنى اللام، الخطاب متوجه من الأولى إلى الأخرى. فانظر إلى جمال اللغة، فهنا يأتي اللام بمعنى عن، وهناك تأتي اللام على أصل أن بمعنى إلى، أنه انتهى الكلام إليهم، أو أن الكلام كان موجها إلى الأخرى، والاختصار مختصا بالأخرى. واضح؟ فهذه تحتاج إلى، اقرأوا في كتاب حروف الصفات الزجاجي أو رصف أو ارتشاف المعاني لأبي حيان، أو الجنداني في حروف المعاني للمرداوي، هذه كلها تكلمت على حروف المعاني، على الحروف هذه وما تدل عليه وما يدل عليه كل حرف، فستجد من الجمال ما فيه الشيء الكثير إن شاء الله. ولا بأس، خذ العلم واحدة واحدة، إن شاء الله، بإذن الله، إن شاء الله، بارك الله فيكم، إن شاء الله. نختم، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك اللهم جميع الذنوب والخطايا ونتوب.